والله الحمد والمنة، تم قتل عشرات من هذه الميليشيات العراقية. لا زالت الصور القادمة من ريف حلب الجنوبي تطرح أسئلة عن سر هذه الأعداد من قتل الحرس الإيراني والميليشيات العراقية، فلا تخطيط عسكري يزج بهم في مستنقع ريف حلب كما لو كانوا قطعانا بهذا الشكل، ولا خبرة عسكرية بأدنى حدودها توقع هذا الكم من القتلى. منذ معركة تحرير حرش خان طومان وإحباط مخطط إيراني لقطع طريق دمشق حلب قبل أيام، يواصل الثوار إحراز تقدم جديد في هذه المنطقة، سيطروا خلاله على خزان المياه وسبع كتل أبنية في محيط خان طومان. وتحدثت مصادر الثوار عن مقتل 23 عنصرا للنظام والميليشيات الشيعية المرافقة لها، وأسر 3 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد في الساعة الماضية، فيما تتجه أنظار الثوار إلى جبل عزان الاستراتيجي المشرف على الريف الجنوبي وأجزاء من ريف إدلب. ووسط هذا التقدم تواصل مواقع إيرانية وعراقية نشر نعوات قتلاها في ريف حلب الجنوبي، آخرها المعمم الشيعي جابر زهيري أستاذ في الحوزة العلمية في قم الإيرانية، وذلك بعد يوم من إعلان الحرس الإيراني مقتل العميد سعيد سياح طاهري خليفة قاسم سليماني في ريف حلب وأحد الضباط الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. مصادر ميدانية في ريف حلب أكدت أسر الثوار عميدا إيرانيا آخر في محيط خان طومان يدعى مجيد خربط خانيو، فيما بثت كتائب ثوار الشام اعترافات لأحد قادة مجموعات النظام أسر بريف حلب الجنوبي أيضا، يؤكد فيها استلام الميليشيات الإيرانية والعراقية لمعظم جبهات ريف حلب وتقاضيها رواتب شهرية تصل إلى 2000 دولار شهريا مقابل 25,000 ليرة سورية لعناصر النظام. شدرت بك أنت؟ 25. والراتب العراقي والأفغاني والإيراني؟ 2000 دولار.